السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشرة الرياضية تدور عجلة الدوري البحرينية في, دوري في الدرجة الأولى لكرة القدم من جديد مساء اليوم حيث تقام ثلاث مواجهات يلتقي فيها الرفاع مع الفستين في السادسة مساء على ملعب النادي الأهلي والحالة مع جاره المحرق على ملعب مدينة خليفة الرياضية كما تقام على الملعب ذاته مباراة سترة مع الرفاع الشاقي في الساعة الثامنة والربع